السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا جماعة. في كثير من الأحيان بتجي رسائل عبر الواتس أو عبر أي من السوشيال ميديا الآن بتكون محزنة لكثير من الناس. وكم سمعنا إنه في ناس طلعوا فيهم شائعات إنه قتلوا أو ماتوا وجرحوا مشاعر ناس كثيرة، الأسر والأبناء والزوجات، وما راعوا حقيقة لأي من هذه الأسر، فبقت مشكلة كبيرة جدا جدا. نحن في عصر المعلوماتية والمعلومة فيه بتنتقل انتقال سريع جدا جدا، فقدنا قيمة أساسية وقيمة محتاجين لها نحن الآن، قيمة التثبت والتحقق من الأخبار. فقيمة التثبت هي من القيم اللي بتجعل الناس دائما وأبدا في مصافي المصدقين. يعني أنت إذا تثبتت من معلومة أو تبينت من معلومة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكى في القرآن الكريم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قصة لعله أنا ما بقول أنا عايشتها بقدر ما إنه أنا استمعت لمن يروي هذه القصة، وإنه شابين كانوا على صداقة حميمة جدا جدا. واحد من الشباب ديل مرضت أمه، نقلت إلى العناية المركزة، اتصل بصديقه لأنه طلبوا منه مبلغ كبير جدا جدا في العناية المركزة حتى إنه يدخل أمه. اتصل على صديقه وخبروا بهذا الخبر، وبعد فترة حاول يتصل عليه عشان يستعجل المبلغ، لقى التلفون قافل بتاعه، وحاول يتصل مرة تانية ومرة ثالثة ورابعة، لقى التلفون بتاعه مقفول بدون ما يرجع لمخيلته ويرجع للمواقف الجميلة اللي بينه وبين صديقه ده. قام بنا إنه والله إنه هذا الصديق قد خان وقد فجر وقد غدر به، فكتب مباشرة في الصفحة بتاعته إنه صديقي فلان قد خانني وقد غدر بي وقد فعل كذا وكذا، طلبت منه فلم أجده، والصديق وقت الضيق دي كلمة ساي وكلمة عابرة. وسبحان الله يمضي وتمضي نصف الساعة أو ساعة، فإذا بالصديق الذي كان قد اتصل عليه يأتي إلى المستشفى يحمل معه مبلغ من المال ويسأل وين فلان، يقول له والله بجوار الغرفة، بجوار غرفة العناية المركزة، يمشي له ويسلم عليه ويقول له: يا أخي أنا والله بعتذر منك، أنا حقيقة ما كان عندي مبلغ، لكن والله فتبعت الهاتف بتاعي وجبته في شكل مبلغ من المال وعلى أساس أنه تنقذ به والدتك. فما استطاع أنه أخينا ده يعني يقول شنو بعد ده. جماعة خلونا أنه نحن دائما وأبدا ما نكون يعني نحكم على الناس بمجرد خواطر تأتينا، خلينا نحن نتثبت من كل حاجة حتى أنه ربنا يعني يبارك فينا ويبارك في علاقاتنا كلها. والتثبت قيمة إيمانية وقيمة حياتية مهمة في الحياة. ربنا إن شاء الله يجعلنا من عباده الصالحين ويوفقنا لما فيه الخير والسلام.